إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الأمة وكشف الله به الغمة صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. يقول المصطفى يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، ما أجمل القصص، وخاصة عندما نسمع القصة من شخص بليغ يتكلم بطلاقة، شخص يتكلم بكلمات رنانة، فإنها تجذب السماع. فماذا لو جاءت هذه القصة أو ألفاظ هذه القصة من لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنها أدعى أن تتحول معاني هذه القصة وأحداث هذه القصة من خيال إلى الواقع والحقيقة. فانظروا واسمعوا يا إخوة الكرام ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه شيخان، أنه قال عليه الصلاة والسلام: انطلق ثلاث نفر ممن كان قبلكم فآووا إلى جبل ودخلوا إلى الغار، يريدون يرتاحون. فعندما دخلوا إلى الغار أطبقت عليهم الصخرة ولا يستطيعون الخروج، فقال أحدهم: والله لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالكم. فرجل رفع يديه وقال: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران شيخان، وإني كنت لا أغبق قبلهما ولا أقدم أهلي ولا أولادي، أي الأبوين هما الأول في كل شيء. فيوم من الأيام تأخرت يحتطب فتأخر فجاء البيت بالليل بعد الظلام، جاء البيت وقد أحلب أي بيده الحليب أو اللبن، ذهب إلى بيته فوجد الأبوين نائمين، فيقول: كرهت أن أوقظهما وكرهت أن أشرب الحليب قبلهما، فظللت واقفا عندهما وبيدي الغبق أو الإناء وأولادي يتضاغون عند قدمي، يعني الأولاد يريدون أباهم ويريدون ما في يده، فقدم هذا الغبق على كل شيء من أجل الوالدين. يقول: ظللت واقفا إلى أن برق الفجر، فعند الفجر سبحان الله كم ساعة وقف هذا الرجل وبيده الإناء، عندما استيقظ الأبوين لصلاة الفجر أو وقت الفجر قام فشرب منه. فيقول هذا الرجل: اللهم إن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانحدرت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال رجل آخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي وكنت أحبها حبا شديدا وأريد أن أفعل معها الحرام، فكل ما يريد أن يفعل معها تأبى. إلى مرة سنة من السنين اشتد أمر هذه المرأة افتقرت، فذهبت إلى ابن عمها فقال لها: سأعطيك 120 دينار الذهب، ولكن أن تخلي بينك وبينك بيني وبينك. فقبلت هذه المسكينة وهي متحسرة، قبلت وهي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، قبلت وهي مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. فعندما خلى هذا الرجل معها ويريد أن يأتي بالفاحشة قالت له:
اتق الله، اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، أي لا تأتي هذه المعصية إلا بحقها، أي بزواج شرعي. فهذه المرأة قالت هذه الكلمات من أعماق قلبها وهي مخلصة لله سبحانه وتعالى، فوقعت هذه الكلمات إلى هذا الرجل كالصاعقة، ففاق وتراجع وقام وقال لها اذهبي ولك المبلغ. فقال اللهم إن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانحدرت أو فانفرجت الصخرة شيئا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الرجل الثالث ورفع يديه وقال اللهم إن كنت تعلم، واللهم إني استأجرت أجراء يعملون عنده، فبعد انتهاء اليوم أعطى كل واحد أجره إلا رجلا واحد ذهب ولم يأخذ من ماله شيء، فإني ثمرت أي استثمرت هذه الأموال البسيطة في البيع والشراء إلى أن بارك الله سبحانه وتعالى فيه فكثرت. فجاء هذا الرجل بعد سنين بعد مدة فقال له يا عبد الله أد إلي أجري، أي أعطني أجري. فقال له الرجل انظر إلى أمامك، كل ما تراه من الغنم والإبل والبقر والرقيق فهو لك. فرجل هذا المسكين البسيط الأجير رجل نظر إليه وقال له لا تستهزئ بي. فقال له لا أستهزئ بك. فهذا الفقير ذهب وأخذ كل شيء استساقه، أي أخذ كل شيء ولم يترك من ذلك شيء وذهب. فقال هذا الرجل اللهم إن كنت تعلم إني فعلت ذلك لابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. حديث متفق عليه. يا إخوان هذا الحديث عظيم فيه فوائد جمة كثيرة، ولكن لسعة الوقت نذكر بعض منها. أولا ما نذكر من فوائد هذا الحديث الصحبة الصالحة يا أخوتي الكرام. نعم الصحبة الصالحة أولا الذي أنجاهم من هذا الموقف، نعم لأنهم كانوا صالحين. فعندما حصلت المصيبة وحصلت الكارثة ماذا قالوا؟ واحد فيهم قال إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعو الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ذكرهم بالله سبحانه وتعالى. الآن لو إحنا اتصل على فلان خلينا نسوي شغلة فلانية نسوي كذا كذا، أبدا التعلق بالله سبحانه وتعالى رقم واحد. ثم ماذا؟ العمل الصالح يا أخوتي الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء الناس كانوا يفعلون الخيرات وهم في أيسر الحال كحالنا الآن الحمد لله، لا حروب ولا مشاكل ولا الحمد لله الأمور متيسرة، فافعل الخير يا عبد الله. فكانوا يفعلون الخير في السراء، فعندما حصل الضراء أو حصل الشد دعوا بهذا. الأمر الثالث يقولون العلماء أنه يجوز الدعاء بصالح الأعمال للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكل منهم أخذ شيء معين وقال اللهم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فيجوز أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأي شيء أنت فعلته لله أدعو الله بذلك. تريد النجاح، تريد كذا، تريد كذا، أدعو الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، هذا الرجل الأول الذي قال إنه كان له أبوان كبيران شيخان، انظر إلى البر يا إخوة الكرام، والله انظر إلى البر. كيف تتخيل يعني هذا الرجل واقف بيده الإناء وينظر إليهما، لعل وعسى يقوم فيعطيهم هذا الكأس. سبحان الله، نحن الآن نقدم الأطفال، نقدم الزوجة، نقدم الوظيفة، نقدم الربع، نقدم التلفاز والشاشات والمباريات على الوالدين. الوالد يدعو أبناءه فيقول بعدين مشغول. الأم تنادي أبناءه يا يما بس أخلص المسلسل وأشوفكم، خلص المباراة وأشوفكم. الأم تنادي الأب ينادي يقول يا رايح ويا الربع لما أخلص أجيكم. سبحان الله، هذه عقوق، والله هذه عقوق، ونحن مطالبين بالبر. الله سبحانه وتعالى قارن هذا الشيء مع اسمه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، التوحيد لله سبحانه وتعالى ثم الوالدين مباشرة. فقدم آبائك على كل شيء ستجد الفلاح والنجاح في حياتك. أمر الثاني يا أخوة الكرام، هذا الرجل الذي ما كان بينه وبين المرأة أحد ماذا حصل؟ تذكر الله سبحانه وتعالى، فاق ثم تراجع، عف نفسه من هذه الفتنة ومن هذه الفاحشة،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضعنا في هذا الموقف. ولكن الآن يا أخوة الكرام والله نحن في هذا الوقت أشد من ذاك الموقف. الآن كل واحد فيكم عنده جهاز في مخباته ولا في إيده، باستطاعتك في أي وقت تنظر إلى أي صورة، تنظر إلى أي فيديو، تنظر إلى أي مقطع، تنظر أو تقرأ إلى أي كلام، قصة بذيئة، كلام بذيء، صح؟ والله لو تركت هذا ابتغاء وجه الله والله سينجيك الله سبحانه وتعالى إذا وقعت في المصيبة. إن وقعت في المصيبة وقلت يا الله إني لم أنظر إلى مقطع معين ولم أشاهد الصورة المعينة ولا أقرأ القصة الرذيئة أو البذيئة لابتغاء وجهك، اللهم فرج عني، فوالله سيفرج الله عنك. وهذا بتمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر يا أخوة الكرام، هذا الرجل الذي أعطى أجير أجورهم كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، كان يتعامل وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى من خشية الله سبحانه وتعالى. كان بإمكان هذا الرجل البسيط ماذا يفعل؟ أن يأتي هذا الأجير بعد سنوات يقول أعطيني أجري، يعطيه بعض الدنانير أو درهم، يعطيه واحد من البقرة ولا من الغنم ولا الإبل، يقول مع السلامة، صحيح؟ ولكن والله مخافة الله سبحانه وتعالى جعله يعطيه كل شيء، كل هذا لك يا عبد الله خذه. سبحان الله، ماذا نحن نفعل الآن في هذا الوقت؟ كم من خدم عندنا، كم من خادمات، كم من سواق، كم من كذا وكم من كذا. يا أخي ما المانع لو زدناهم، لو دخلنا السرور والفرح عليهم بزيادة 25 دنانير بالسنة، والله هذه 25 والله إنها ليست لهم، إنها لك يوم القيامة. فرحة بسيطة. كم من منا مدير، وكم من منا تحته يعني موظفين، وكم من منا يعني صاحب شركة، تعامل مع الموظفينك وما دونك أن الله سبحانه وتعالى يراك. وهذا ليس فقط مع الموظفين والمرؤوسين أبدا، التعامل هذا مع الكل، مع أولادك، مع زوجتك، مع زوجك، مع أطفالك، مع أصدقائك، في بيئتك كلها. فإن فعلت ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والله ستجد البركة في حياتك بإذن الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه مقتدى وعلى أثره اقتفى. All praises due to Allah, whom we seek His help, we seek His forgiveness and mercy, blessings be upon our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and all those who follow his footsteps till the day of judgment. Respected brothers and sisters in Islam, how beautiful it is when you hear a story, and in general if you hear these stories, but it's also beautiful when you hear from someone who really know how to talk. Someone know how to make phrases and sentences and display and say it to you in a way that it will grab your attention. What about if a story coming from the mouth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the best human being, the one who walked on this face of this earth. He is saying a story that's narrated in Sahih Bukhari in Muslim. He said that there were three people before you who went out for some work. To take some rest, they went inside one of the caves in the mountain. When they went inside the cave, a big rock fell down and blocked the way for them to go out. Now they are stuck. What to do? One of the men, he said, Wallahi, by Allah, that no one can help you except that you make dua to Allah subhanahu wa ta'ala from the good deeds that you did in your life. So he made dua. The first man, he raised his hand and he said, Oh Allah, Allahumma, I had parents and they are so old and so weak, and I never ever in my life give myself and my family anything unless I give them, related to food and drinks. So he said, one day I came home and it was late and I have a milk with me in a pot. He came home and he saw his parents sleeping. So he said, Karihtu, I didn't like to wake them up. And this is how a person is respecting his parent. Wa karihtu, and I didn't like to drink it. So I stand next to them and holding this cup, this pot in my hand.
And he said, my kids are just roaming around my leg and they want me to sit with them and give them what I have. But he said no. He decided to give his parent the milk first. He said, I stood up until Fajr. Can you imagine, my brothers and sisters? The man is standing till Fajr. How many hours he's standing and the cup in his hand. Until Fajr, they woke up and they drank from this milk and then he gave it to his family members. He said, oh Allah, if I did this act only and purely and completely for your sake, save us. So the rock moved a little bit, but they cannot move out. They cannot walk out. They couldn't. So the next man, the other man said, oh Allah, Allahumma, I had a cousin and she is so beautiful and I want her for anything. Anything I will pay, just want her in haram. And every time I go try with her, she refuses. She refuses. In few years, after few years, she got really, you know, in a need of money. And she came to me as a cousin and she's asking for help. So he said, I will give you 120 dinar. This is a golden dinar, the gold coins. In one condition, that I will commit haram adultery with you. At that moment, she is a weak lady. She does not have any option. She agreed, but she was not, you know, satisfied with this. And when he completely assured himself that no one is there, he closed the door, he closed the windows, and he's there. And he just want to commit this, the sin, the adultery. The woman, this believer lady, she said, ittaqillah, fear Allah. Fear Allah. Don't do this and don't take this action unless if it's in a proper manners. Which means don't do it unless we are married. It cannot be, you know, just like that. These words came from her bottom of her heart directly as a strike to this man. And he woke up from his, you know, heedlessness. He woke up, he stood up and he backed off. And he said, go, I let you go. And take the money. And I don't want any money from you. And she left. He said, oh Allah, if you know that what I did is purely and completely for your sake, save us. So the rock moved a little bit. But still they couldn't move. They couldn't go out. The third man said, oh Allah, that I hired some people, some laborers to do some work. But after that, I gave everyone his money except one man. He left without taking the money. So I invested this money into buying and selling until it became a lot of khair, a lot of money. The man came after a few years and he said, Ya Abdullah, O slave of Allah, give me my money. So the man said, look at that side. What you see from the camels, from the cattle, from the sheep, from everything, it's yours. So that poor guy, he looked at him and he said, don't joke with me. Don't joke with me, I'm a poor man. He said, Wallahi, I'm not joking with you. And the man, this poor man, the laborer, he went, and the hadith says, فَاسْتَسَاقَ, and that he didn't leave a single thing there. He took everything with him, and he left. So the man said, oh Allah, if you know that what I did, it's completely and purely for your sake, save us. So the narration said, the rock moved, and they walked out safely, and they survived. Now what we understand from this great hadith, many, many fawa'id, many benefits. But just because of the time, we will just mention few that is related to our life. And then, inshallah, we will conclude. The first thing what we understand from this, that the good company, the good companion, the friends. Because wallahi, if you don't have good friends, you're gone. But because they are good, the first man, what he said, wallahi, lan yunjikum illallah. That wallahi, no one can save you except Allah. He reminded everyone that Allah is there. Let's do something about it. And he said, let's ask Allah subhanahu wa ta'ala from the good deeds that we are doing in our dunya, in our life. So everyone starts saying the good things. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in a hadith, ta'arraf ala Allahi fil rakha ya'arifka fil shiddah. That know Allah, do good deeds for Allah, do everything for Allah in your comfort time. Allah will know you and Allah will be with you, or Allah will support you when it's hardship, when you are going through difficulties. So this is what happened. They made dua. And also it's allowed
in Islam that you can make dua to Allah subhanahu wa ta'ala with your own good deeds. We don't require any wali, we don't require anything, you know, in Islam it's simple. You did good thing, you ask Allah subhanahu wa ta'ala from the good things that you did. Exactly what they did. And the first story about the parent. This man gave everything to his parent. Their parent is number one. Allah subhanahu wa ta'ala even said in the Quran that you worship Allah alone and you be good to your parents. Can you imagine that Allah is mentioning his name and then his parents? Tawheed comes first and then the parents. This is the level of Islam. Not only that, the second man, and before coming to the second man, nowadays what will happen? Wallahi, this is the case. Now, your parents calling you or a parent calling a person will say, I will see you after some time. I am busy watching TV. I am busy watching a match. I will see you later. My son, my daughter, I want you to do something. No, I'm going with my friends. I'll see you later. Subhanallah. This is uquq. Wallahi, this is disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. This is not birr. Even though how smiley you are in front of your father and mother, but this is not the birr. Number two, about the man who wants to just commit adultery and he backed off. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us and not keep us into that situation. But our situation nowadays, it's more dangerous. You know that? Because all of you, including me, we have this device in our pocket, in our hand, that anytime, anywhere, you can see any picture, you can watch any video, you can read any filthy story, right? But wallahi, if you leave this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, if, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, but if Allah subhanahu wa ta'ala put you in a situation which is really difficult and tough, and you ask Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, one day I was able to see something on my phone, I was able to watch a video, I was able to read some filthy thing, but I didn't do it for your sake, Allah will take you from your calamity. And this is the truth. And third, last but not least, the man who was God-fearing. Who was God-fearing. How many times we deal with one another? We have to be God-conscious. This man, he was easily can able to give few bucks, dirham or dinanir, some little amount of money with a camel or one cow or something like that, and he can say salam alaikum, that's it, right? But he gave everything that he had for this man. And he said, take it. And this man took everything, literally took everything. So we have to also be like this. If we are owner of a company, if we are managers, even though if we have maids and drivers at home, what's the big deal if you give 5 KD or 10 KD every year, increment? Wallahi, this 5 and 10 dinar that you are increasing, wallahi, it's not for him, it's for you. You will find it on the day of judgment. And this treatment is not only with the transactions with money of the employee and the employer. No, you can do it also with your friends, with family members, with everyone that you are dealing with. Only you have to make your relation with Allah and everything that you are dealing with only and only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to open our minds and hearts so we can accept the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in our life. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make the Quran our rules and regulations so we follow it day and night. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام بنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وادخلنا الجنه يا قوي يا قهار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه